بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأولًا نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه أن عادت هذه الدروس إلى المساجد، ونسأل الله عز وجل أن يجزل المثوبة لمن أعان على هذه الدروس وعلى إقامتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلله الحمد سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضا، وله الحمد على كل حال. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله، وأن يزيدنا من واسع فضله سبحانه وتعالى، إنه أهل لذلك عز وجل. هذا هو المجلس 73 من التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله. وقبل أن نتكلم عن هذا الباب في هذا المجلس، حري بنا أن نذكر أنفسنا وإياكم بفضل هذه المجالس، كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمجالس العلم يا عباد الله هي مجالس الخيرات، مجالس رفعة الدرجات وحط الخطيئات، لا يوفق لها إلا موفق، ولا يحرم من فضلها وخيرها إلا محروم. ولذلك رتب الله عز وجل الأجور العظيمة على من جلس في هذه المجالس وتعلم العلم النافع. فالله عز وجل في كتابه أثنى على أهل العلم في آيات كثيرة، قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الآيات نضربها للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأشهد الله عز وجل أهل العلم على أعظم مشهود على وحدانيته سبحانه وتعالى، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والآيات في مثل هذه المعاني كثيرة. وما السنة، فقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على العلم وبيان فضله ودرجة أهله. فمن ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في الحديث الآخر قيل لهم في ختام مجلسهم: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، وهم القوم لا يشقى بهم جليس. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصيها العاد عدا في مثل هذه المجالس المختصرة، ولكنها تذكرة لنا جميعا بالحرص على مثل هذه المجالس من أجل الفوز بما رتبه الله عز وجل على الجلوس في هذه المجالس العظيمة. في هذا المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن الباب 20 في هذا الكتاب المبارك. قال رحمه الله تعالى: باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. في الباب الذي قبله قال: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. وقد ذكرنا أن الإسلام ليس فيه بدعة حسنة، فكل البدع ضلالة ومنكر وهلكة وطريق إلى النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وقد بيّن المصنف رحمه الله في الباب الذي قبل هذا الباب أن المراد بالسنة الحسنة هي التي ما كان لها أصل في الشرع. فليس معنى من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها إلى آخر حديث، ومن سن في الإسلام سنة سيئة أن هناك بدعة حسنة، لأنه ذكر
حديث جرير بن عبد الله، قد مر علينا أن أصل هذا الحديث الصدقة، والصدقة في الأصل مشروعة، فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجر وأجر من عمل بها ليوم القيامة. فالمراد بالسنة الحسنة هي إحياء السنة وإحياء أمر مشروع في الشريعة. ومن فقهه رحمه الله ذكر هذا الباب بعده، وهو الدلالة على الخير. فالدلالة على الخير والدعاء إلى الخير من أعظم الأعمال، وهناك فرق بين الدلالة والدعاء، والأفضل منهما الدعاء، يعني الدعوة، مباشرة الدعوة أعظم من مجرد الدلالة على الدعوة. فجمع المصنف رحمه الله الأمرين في هذا الباب، قال: باب في الدلالة على الخير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وادع إلى ربك. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هذه الآيات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى للحث على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأول هذه الآيات قوله تعالى: وادع إلى ربك، وهذه وردت في القرآن في سورة الحج وفي سورة القصص: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، هذا في سورة الحج. وفي سورة القصص: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله. وانظر هنا في قوله سبحانه وتعالى: ادع إلى ربك، فالدعوة تكون إلى الله، لا تكون إلى النفس، ولا إلى حزب، ولا إلى جماعة، ولا إلى قوم، وإنما تكون الدعوة إلى الله: ادع إلى ربك. فالدعوة تكون إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تنبيه على الإخلاص، لأن الدعوة إذا شابها رياء أو سمعة أو دعوة إلى قومية أو عصبية أو حزبية أو نحو هذه الأمور، فإنها لا تكون دعوة إلى الله، فيشوبها ما يشوبها. فعلى المسلم أن يحرص في دعوته أن يدعو إلى الله وحده سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا من أجل هذا، الدعوة إلى الله، فبعثت الرسل وأنزلت الكتب من أجل هذا الأمر العظيم، الدعوة إلى الله وإلى توحيده. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. قبلها قال الله سبحانه وتعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. فالله عز وجل إذا من على عبده بالعلم النافع فعليه أن يدعو إلى الله. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، هذه نعمة من الله على رسوله. فما هو الواجب؟ قال: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. فالواجب على المسلم إذا رزق علما نافعا أن يؤدي هذا العلم، لأن المسلم إذا تعلم العلم النافع فإنه يرفع الجهل عن نفسه، وأيضا يجب عليه أن يرفع الجهل عن الناس. وإلى ما هي فائدة العلم؟ فائدة العلم أن تبلغ هذا العلم كما كان عليه الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون، تبلغ هذا العلم إلى الناس، لأن العلم به حياة القلوب وتقريب القلوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. أما أن يقتصر المرء على يقتصر علمه على نفسه فإن هذا لا يفيد، بل قد يكون من الكاتمين للعلم الذي أوجب الله عز وجل بيانه. قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ولقد أخذ الله ميثاق بني، قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله يفتح علينا وإذا أخذ الله ميثاق الذين وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالذي يتعلم العلم ولا يبذل هذا العلم ولا يعلم الناس، خاصة العلم الضروري والواجب، فهو متشبه بأهل الكتاب الذين أخذ الله ميثاقهم، أخذ الميثاق عليهم بأن يبينوا العلم النافع ولكنهم كتموه. فالمسلم عليه أن يحرص على بيان العلم النافع، شكرا لله على النعمة التي أنعمها عليه.
قال وادعوا إلى ربك، وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هنا مراتب الدعوة التي يجب أن يتحلى بها الداعي إلى الله. أولاً يدعو بالحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وهذا الوضع لا يكون إلا بعلم. الحكمة هي العلم، وهي وضع الشيء في موضعه. ولذلك من أهم الأمور التي يجب أن تتوفر في الداعي إلى الله العلم، لأن الذي يدعو من غير علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح. قد بعض الناس يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. نعم، بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية، لكن آية تعلمها وتفهمها، أما مجرد أنك تتعلم حكماً أو حكمين أو مسألة أو مسألتين ثم تتصدر فإن هذا سبب للفساد أكثر من الصلاح. ففرق بين تبليغ ما تعلم وفرق بين أن تتصدر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من الناس عندما تصدروا للدعوة تجدهم يذهبون يميناً وشمالاً شرقاً وغرباً، وليس عندهم العلم الكافي في المواجهة، أفسدوا أكثر مما أصلحوا. وخاصة من يذهب إلى قوم يعني من المشركين والكفرة، فقد يأتون عليه بشبهات لا يستطيع أن يرد هذه الشبهات، فيفسد أكثر مما يصلح. أو يأتي إلى قوم أصحاب شبهات من أهل الضلال وأهل البدع، فإذا أراد أن يجادل لم يستطع أن يجادل ولم يستطع أن يبين، فيفسد أكثر مما يصلح. فأول هذه المراتب الحكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ثم الموعظة الحسنة، يعني في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى تكون حكيماً، تكون لطيفاً حتى يقبل الناس الحق. ثم بعد ذلك تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي الموعظة الحسنة. لأن يعني بعض الناس قد لا ينفع معه مجرد العلم والدليل، فيعطى الموعظة من الترغيب والترهيب والتخويف، فإذا ما نفع معه هذا ينتقل إلى الثالث وهو المجادلة، وهذه المجادلة تكون بالتي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. والمجادلة بالتي هي أحسن قد تكون الحسنى فيها الشدة، وقد تكون الحسنى فيها اللين، على حسب الحال وما يقتضيه، كما ذكر ذلك أهل العلم. وجادلهم بالتي أحسن، الأحسن في حال نقاش هذا الرجل وجداله، فقد يكون هذا الرجل يحتاج إلى شدة وغلظة، وهذا هو الأحسن له، فتجادله بما يليق بمقامه وبحاله. فإن لم ينفع هذا ولا هذا فإنه ينتقل إلى الجلاد بالسيوف، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهؤلاء لا يجادلون بالتي هي أحسن، وإنما جلادهم يكون بالسيف وبالقتال. فهذه هي مراتب الدعوة كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولتكن منكم، هنا اللام للأمر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فمن اتصف بهذه الصفات فهو من الفالحين. أولا ولتكن منكم أمة. منكم، ما المراد بها؟ هل مراد التبعيض أم الجنس؟ وما الفرق بينهما؟ بعض أهل العلم قال في قوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم يعني من بعضكم، ليس الأمر بالمعروف والدعوة الخير واجبا على الجميع. ومنهم من قال من هنا للجنس، يعني الكل واجب عليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذا قد يجمع يعني بين القولين بأن من هنا للتبعيض، بمعنى أن الإنسان، بمعنى أن هذه الأمة لا بد أن يكون فيها من يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقد تكون للجنس إذا كان هذا المنكر أمام الإنسان
ويستطيع أن ينكره، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا يستوي فيه جميع الناس. فمن حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل تكون هنا من للتبعيض. أما من ناحية الفرد نفسه فإنه إذا رأى المنكر فإنه يجب عليه أن ينكر المنكر بحسب الحال على المراتب الثلاثة التي ذكرت في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي هذه الآية بيان فضيلة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الله عز وجل حصر الفلاح فيهم، قال: أولئك هم المفلحون. فلا فلاح للأمة ولا نجاة للأمة أفرادا ومجتمعين إلا بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك كانت الخيرية في هذه الأمة بهذا السبب: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية هذه الأمة بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإنسان على حسب حاله واستطاعته. ختام الكلام على هذه الآية أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن تتوفر فيه شروط. أول هذه الشروط أن يكون عالما بما يدعو إليه، هل هذا معروف أو هل هذا منكر، وهذا لا بد فيه من العلم بالحلال والحرام وبشرع الله عز وجل، وإلا كيف يعرف المرء أن هذا حلال وهذا حرام إلا بالعلم النافع. والشرط الثاني لا بد أن يتأكد من وقوع المنكر ولا يستعمل في ذلك الظنون والأوهام. والشرط الثالث أن لا يكون في إنكاره للمنكر وقوع منكر أعظم منه، لأن الشرع جاء بتقليل المفاسد. فإذا أنكرت هذا المنكر وتعلم أنك إذا أنكرت هذا المنكر سيكون منكر أعظم، فإنه لا يجوز لك في هذه الحالة أن تنكر المنكر. مثالها: لو أن رجلا يشرب الدخان، الدخان حرام، لكن لو أنكرت عليه، يعني أن تعرف من حال هذا الرجل، لو أنكرت عليه شرب الدخان سيذهب إلى الخمارين، ما هو الأولى الآن؟ تنهاه عن شرب الدخان ويذهب إلى الخمارين أو تسكت عنه؟ الأولى في مثل هذه الحالة إذا عرفت من حاله أنه سينتقل إلى منكر أعظم أنك تتركه على حاله. ولذلك مما جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية، وكان في زمانه غزو التتار للمسلمين، كان التتار يشربون الخمر، وكان يمر عليهم ولا ينكر عليهم أنهم كانوا يشربون الخمر، فيقول له أحد التلاميذ: يعني ماذا لم تنكر عليهم؟ قال: هؤلاء لو أنكرنا عليهم، يعني وفاقوا من سكرتهم، لذهبوا إلى نساء المسلمين وأفسدوهن، ولا قتلوهم، ولا سلبوا أموالهم، ولا وقعوا الفساد بالمسلمين والمسلمات. فيكون شربهم للخمر وبقاهم على ما هم عليه أفضل من إفاقتهم وفعلهم بالمسلمين والمسلمات الشناع والعظائم. وهذا من فقهه رحمه الله. فإذن إذا كان المنكر إنكاره يترتب عليه منكر أعظم منه فإنه لا يجوز الحالة هذه. ختاماً، الناهي عن المنكر والآمر بالمعروف لا بد أن يتحلى هو بما يقول، لا بد أن يتحلى هو بما يقول. فإذا أمر بمعروف عليه أن يتحلى به، وإذا أنكر منكرا عليه أن ينتهي عنه. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا فعل معصية أو خطأ أنه لا يأمر ولا ينهى. ما في أحد يخلو من خطأ ومن معصية ونحو ذلك، ما في أحد يخلو. ولذلك الشيطان قد يلبس على المسلم في هذه المسألة، يقول: يا أنت تعمل هذا المنكر، لا تأمر الناس ولا تنهاهم. لا، نقول: بل أنت تب من هذا الخطأ الذي فعلت وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يجر أقتابه في نار جهنم، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، قد كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، يعني فما الذي أتى بك إلى نار جهنم؟ فقال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. وهذا يكون في من كان هذا ديدنه وهذا عمله. أما مجرد أن إنسان يقع في خطأ ويمتنع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله،
فلا شك أن هذا من تلبيس الشيطان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وإياكم علم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.